السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الرابع. اليوم رح نحكي عن تمثيل البيانات بالأعمدة. طبعا أخذنا عن تمثيل البيانات بالنقاط، اليوم رح ناخذ عن تمثيل البيانات في الأعمدة. طبعا درس سهل زي الدرس اللي قبله. طريقة التمثيل بالأعمدة هي طريقة لعرض البيانات استعمل فيها الأعمدة الرئيسية والأفقية. إما بنستعمل فيها الأعمدة الرئيسية أو الأفقية، تمام؟ إذا هي طريقة التمثيل بالأعمدة، هي طريقة لعرض البيانات، طريقة لعرض البيانات، وبستعمل فيها التمثيل إما الرئيسي أو الأفقي، تمام؟ هون بحكي لي أول مثال، أمثل الأعمدة أمثل بالأعمدة الأفقية البيانات المعروضة بالجدول. معطيني جدول ثلاث مزارع وعدد الأبقار الموجودة في المزارع، وشو طالب مني؟ طالب مني أمثلها بالأعمدة. بحكي لي السؤال أمثل بالأعمدة الأفقية المعروضة في الجدول المجاور التي توضح عدد الأبقار في ثلاث مزارع منتجة للألبان، تمام؟ إذا هون بدنا نمثل بالأعمدة الأفقية البيانات المعروضة في الجدول اللي عندنا التي توضح عدد الأبقار في ثلاث مزارع منتجة للألبان. أول إشي رح أجي بدي هو بالأعمدة الأفقية، رح أحط هون المزارع، اوكي، ألف، وهنا رح نحط باء، وهنا رح نحط جيم، رح نحط عدد الأبقار، واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. المزرعة ألف فيها ست أبقار، فأنا رح أروح أمثل لا أوصلها لعند الستة. طبعا أنتوا باستخدام المسطرة يا رابع، تمام؟ هاي لعند ستة. باء فيها سبعة، الباء هي سبع أبقار، رح أروح أوصل لوين؟ لعند السبعة، تمام؟ هاي با وجيم لعند الأربعة، أوكي؟ إذن أنا هون شو عملت؟ مثلت بالأعمدة، معطيني بيانات، عندي مزرعة ألف وباء وجيم، وعندي عدد الأبقار حطيتهم هون، وبدو ياني أمثل بالأعمدة الأفقية. لو بالأعمدة الرئيسية هيك رح يطلع الأشكال، أما الأفقية هيك نايمة، أوكي؟ هلأ المثال الأول كيف طلب مني؟ أمثل بالأعمدة. المثال الثاني أعطاني الأعمدة جاهزة، أعطاني الأعمدة جاهزة، شو حكالي؟ يبين التمثيل الآتي عدد القادمين إلى المملكة عبر بعض المعابر الحدودية في عام 2014 بالآلاف، أوكي؟ أعطاني هون اسم المعبر وأعطاني عدد القادمين بالآلاف، إذا هون اسم المعبر وعدد القادمين بالآلاف، تمام؟ طلب مني أجاوب على هاي الأسئلة. ما عدد القادمين إلى المملكة عبر معبر حدود جابر؟ وين حدود جابر؟ هيها. ما عدد القادمين من المعبر؟ رح أروح أشوف عدد القادمين، رح ألاقي إيش؟ 200,000. 200,000 ايش؟ لانه هو حكي لي انه بالالاف، فعدد القادمين الى المملكه
ميتين ألف مسافر، هون ميتين ألف مسافر، هون ما المعبر الذي قدم عبره 550 ألف مسافر؟ شو المعبر اللي قدم عبره 550 ألف مسافر؟ وين هال 550؟ هيها اللي هو معبر المعبر المدورة، معبر المدورة. بس اتأكدت من اسمه بالكتاب، معبر المدورة. اوكي، هون بكم يزيد عدد القادمين الى المملكة عبر الجسور على القادمين عبر الدرة؟ عبر الجسور كم؟ هات نشوف عبر الجسور كم. عبر الجسور 850 ألف، 850 ألف. كم بيزيدوا عن القادمين عبر الدرة اللي هم كم؟ 350 ألف. إذا هون 850 ناقص 350 ويساوي كم؟ 500 ألف مسافر، 500 ألف مسافر، تمام؟ يا إما نكتب هيك 500 ألف أو نكتب 500 ألف مسافر، أوكي؟ هلأ بحكي لي ما مجموع عدد القادمين عبر حدودي الدرة والمدورة؟ الدرة مجموع بده مجموع، المدورة حكينا 550 زائد الدرة 350 ويساوي كم؟ 0 زائد 0 0، 5 و 5 10، 0 و 1 باليد 6 و 3 9، إذا 900 ألف مسافر. يا إما بنكتبها هيك يا إما بنكتبها هيك، 900 ألف مسافر، تمام؟ 900 ألف مسافر. هيك احنا جاوبنا على الأجوبة من وين؟ من النص. يعني بحكي لي ما عدد القادمين إلى المملكة عبر حدود جابر، وين حدود جابر؟ هيها. شو عدد القادمين؟ بروح هون 200 ألف، هو حكي لي إنه عددهم بالآلاف، فإيش إيش هيك حكيت 200 ألف. المعبر الذي قدم عبر 550 ألف مسافر، بروح أشوف عدد القادمين 550، طلعت لقيته إيش؟ المدورة. كم يزيد عدد القادمين إلى المملكة عبر الجسور؟ كم يزيد يعني بدي إيش أطرح؟ عبر الجسور على القادمين عبر الدرة، فرحت طرحت عبر الجسور ناقص عبر الدرة، فإيش طلع معي الجواب؟ هون طالب مني مجموع القادمين عبر حدودي الدرة والمدورة، بحكي المدورة عددها 550، الدرة عددها 350، ورحت جمعت. الدرس كتير سهل يا رابع، هيك بنكون حكينا عن تمثيل البيانات بالأعمدة، ويعطيكم العافية.